بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله عز وجل الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه. فما أحسن أثرهم على الناس، وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة. فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب. يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم. يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. فنعوذ بالله من فتن المضلين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، وبعد. فمن المعلوم أنه كلما تأخر الزمان وبعد الناس عن آثار الرسالة حدثت البدع والخرافات، وفشل الجهل، واشتدت غربة الدين، وظن الناس أن ما وجدوا عليه آباءهم هو الدين، وإن كان بعيدا عنه. ولكن الله سبحانه لا يخلي الأرض من قائم لله بحجة. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن طائفة من المسلمين لا تزال على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى. كما أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وصححه الحاكم وغيره، حيث قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. قال المناوي في فيض القدير: أن يقيض لها على رأس كل 100 سنة من الهجرة أو غيرها. والمراد الرأس تقريبا رجلا أو أكثر يجدد لها دينها، أي يبين السنة من البدعة، ويكثر العلم، وينصر أهله، ويكسر أهل البدعة ويذلهم. قالوا: ولا يكون إلا عالما بالعلوم الدينية الظاهرة والباطنة. قال ابن كثير: قد ادعى كل قوم في إمامهم أنه المراد بهذا الحديث، والظاهر أنه يعم جملة من العلماء من كل طائفة وكل صنف من مفسر ومحدث وفقيه ونحوي ولغوي وغيرهم، انتهى. وقد وقع مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فلا يزال، والحمد لله، فضل الله على هذه الأمة يتوالى بظهور المجددين عند اشتداد الحاجة إليهم. ومن هؤلاء المجددين الإمام أحمد بن حنبل في القرن الثالث، وغيره من بقية الأئمة الأربعة رحمهم الله، وشيخ الإسلام ابن تيمية في آخر القرن السابع وأول الثامن، وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في القرن الثاني عشر. وغرضنا في هذا البرنامج برنامج أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، أن نذكر ما استطعنا من مضامين فتاواه المتوفرة لدينا، ليعم النفع بها إن شاء الله، لتصل فائدتها وخيرها إلى من لا يعلم شيئا عنها أو لم يستطع الحصول عليها، ولنزيل الشبه والتعتيم اللذين
روج لهما أعداء السنة ضد هذا الإمام الجليل والمجدد الكبير، عندما لم تتوفر له المعلومات الكافية عن هذا الإمام وعن علمه الصافي الغزير وعن فتاواه القيمة. فإن كثيرا من خصومه وحاسديه قديما وحديثا اختلقوا حوله الأكاذيب واتهموه زورا وبهتانا باتهامات كثيرة، وكتبوا ضده كتابات شوهت التاريخ وسرت أعداء الإسلام. ولكن والحمد لله طوى النسيان ونسي التاريخ ذكرهم، ومحى الحق ما كتبوه من ضلال، وبقي ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ذائعا عطرا في الأوساط العلمية، تتلمذ على كتبه الأفواج تلو الأفواج، وأصبحت مؤلفاته نبراسا وضاء لكل من يريد الحق في كل زمان ومكان. وصدق الله العظيم حيث يقول سبحانه وتعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في تفسيره: يقول تعالى: إن الباطل وإن ظهر على الحق في بعض الأحوال وعلاه، فإن الله سبحانه سيمحقه ويبطله ويجعل العاقبة للحق وأهله، كالزبد الذي يعلو الماء فيلقيه الماء ويضمحل. وهذا المثل العظيم ينطبق على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع خصومه، فإنهم حاولوا الظهور عليه واستعدوا عليه السلطة في وقته وضايقوه وسجنوه وكتبوا ما كتبوا من التلبيس والتدليس ضده، ولكن سرعان ما نسف الحق الذي معه ما روجوه من الباطل، وبقي علمه النافع في كتبه التي صار المسلمون ولله الحمد يتسابقون اليوم إلى نشرها وإحيائها واقتنائها. وعفى الزمان على كتب خصومه ونسيها الناس، فأصبحت في زوايا الإهمال والامتهان. وهذه سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى لمواصلة الحديث في هذا البرنامج.